تقدم أن السنة في الطواف يجعل البيت عن يساره، هذا هو عمل النفساء وعمل الصحابة، وجعله شرطا أكثر أهل العلم، بينما أبو حنيفة قال إذا طاف منكسا أجزأ جبره بدم، ولكن عند شدة الزحام قد يستقبل الإنسان البيت، هذا لا حرج عليه في ذلك ولو مشى قليلا فلا شيء عليه في ذلك.